المسلم لا يكذب. A Muslim il pas cause mensonge. يصدق. He truthful. يصدق أولا مع الله. He truthful avec Allah سبحانه وتعالى. ثم يصدق مع عباد الله. Après truthful avec ben serviteur Allah. المسلم لا يخادع الكافر، المسلم ينصح للكافر. A Muslim pas trahir un kafir. A Muslim donne kafir donne kafir la victoire. نحب لهم الخير وهو الدخول في الإسلام. نخاف عليهم من النار. ننصح لهم. نفي لهم بالعهود، لا نتعرض لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بالسرقة. لكن مع هذا لا نشاركهم في أعيادهم واحتفالاتهم. لا نشارك الكفار في الأعياد. المسلم إذا كان مثلا والديه كفار لا يسيء إليهما. يحسن إليهما، يتعامل معهم بحسن الخلق كما تعامل النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم يدرك بحسن الخلق درجة من؟ درجة الصائم القائم. هل تستطيع تصوم كل يوم ولا تفطر؟ هل تستطيع أن تقوم من بعد العشاء إلى الفجر تصلي؟ صعب. بحسن الخلق تدرك هذا، أنك تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تنام. أنت ستتكلم. يا أخي تكلم بكلام طيب. الله سبحانه وتعالى يقول وقل لعبادي، يعني إن كنتم حقا عبادا لله ماذا تصنعوا؟ الله سبحانه وتعالى جي تقول أحسن ما عندك، ليس حسن، أحسن ما عندك. يعني هذا يحب أن يقول له الناس يا أخي يا صديقي يا أبو فلان مثلا. إذن لابد أن تقول للناس الشيء الذي تحب أن يقول لك الناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث حتى نحسن في عبادة الله. ثم نحسن إلى عباد الله.